وبالعودة إلى اجتماع مجلس الوزراء ومؤتمر وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ينضم إلينا على الهواء مباشرة كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية، ماذا لديك بشأن اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء؟ نعم، تحياتي لكم بالفعل، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام والشعب المصري بخير بإذن الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بالفعل تابعنا اليوم جلسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالطبع، وعدد كبير من الوزراء الذين تحدثوا في الكثير من النقاط التي تم العمل عليها خلال الفترة السابقة، وخصوصا بالطبع خلال الأسبوع الأخير والافتتاحات الأخيرة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي تحديدا. ولكن إذا تحدثنا في بداية الاجتماع، كان هناك تسليط الضوء على دعم نماذج الشباب الناجحة ودعم الشباب بشكل عام، وخصوصا أيضا البرنامج الخاص بتأهيل الشباب للقيادة الذي يدعم الشباب لقيادة المستقبل. كان هناك إرشاد وتوجيه بشكل عام لدعم الشباب، وأيضا تسهيل عليهم وتدريبهم بشكل عام في مختلف المجالات. وكان هناك حديث للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي عن تدريب الشباب على الوسائل التكنولوجية الحديثة، خصوصا في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر بشكل عام خلال الفترة السابقة، وإطلاق منظومة مصر الرقمية التي تسهل على المواطنين التعامل في جميع المصالح بشكل عام، سواء بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، أو حتى بالشكل التواصل المباشر وغير المباشر مع المصالح المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة. هذه نقطة. كان هناك أيضا نقطة هامة جدا، وهي الجزء الخاص بوزارة الشباب والرياضة، وتحدثوا أيضا عن إنجازات البعثة المصرية في البطولة المقامة، بطولة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر، والإنجازات الكبيرة التي يعني ربما رصدناها خلال الفترة الماضية في الألعاب المختلفة، وكسر الأرقام القياسية، ربما من أهمها بالطبع كسر الأرقام القياسية في العدو في 100 متر و 200 متر، وهو رقم قياسي تضع مصر بصمتها فيه في هذه الدورة، وهي أيضا بصمة نسائية خالصة من نوع خاص. هذه نقطة. هناك أيضا نقطة خاصة وربما تابعة بالمؤتمر الخاص بدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهو العمل على تسهيل الأمور بالنسبة للمستثمرين بشكل عام، سواء كانوا المستثمرين المحليين أو حتى المستثمرين الأجانب. ولكن من أهم النقاط في هذا الملف هو بالطبع تخصيص الأراضي الصناعية وتخصيص هذه الأراضي للمستثمرين. كان هناك حسب الدكتورة نيفين جامع 100 إجراء تم دراستهم والعمل عليهم لتسهيل هذه الإجراءات على المستثمرين. هناك 81 إجراء بالفعل تم الانتهاء منهم حسب الدكتورة نيفين جامع، مما يسهل على المستثمرين في إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية في جميع المحافظات. وكان هناك تحديد أيضا إذا خصصنا بعد الأراضي الخاصة بالأراضي الصناعية، هناك أيضا المجمعات الصناعية ب 12 محافظة و 13 مجمعا استهلاك مجمعا صناعيا بالفعل تم العمل عليهم. ولكن أيضا كان هناك تسهيل الأوراق وتسهيل أيضا تقديم الطلبات وإلغاء الرسوم الخاصة بالتقدم لطلب الحصول على أراضي صناعية، وأيضا التظلمات الخاصة بالأراضي الصناعية. هناك تيسيرات أيضا عديدة، كان من أهمها ربما هو فتح باب حق الانتفاع للأراضي، ليس فقط التمليك ولكن أيضا حق الانتفاع، وأيضا سيكون هناك تمليك للأراضي، وسيكون هناك أيضا تخفيض في جميع ربما المصروفات الخاصة بالتخصيص، ولن يكون هناك تكلفة إلا فقط تكلفة المرافق أو الترفيق الخاص بالأراضي. هناك خطة كاملة من الدولة بشكل عام للوصول ل 100 مليار دولار من التصدير الخاص بجمهورية مصر العربية. كانت هذه نقاط. هناك أيضا إذا تحدثنا على نقاط أخرى، وهي بالطبع التحول الرقمي، والتحول الرقمي كان هناك بالأمس إطلاق مبادرة مصر الرقمية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الذي تحدث عن أن مصر وصلت لمتوسط سرعات الإنترنت هي الأعلى ربما إفريقيا. كان هناك أيضا
عرض لإنجازات الوزارة بشكل عام وإشادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصا على تجهيز البنية التحتية وتطوير البنية التحتية الخاصة بالإنترنت والخاصة بالتحول الرقمي بشكل عام. هذه من النقاط الأهم التي كان هناك عليها حديث اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، ولكن كان هناك أيضا اجتماع خاص بفكرة العجز الخاص بانخفاض عجز الموازنة الخاصة بالدولة المصرية الذي وصل إلى 6.1% تقريبا، وتحقيق فائض أولي بقيمة نحو 98 مليار جنيه بنسبة 1.3% من 10. وهذه هي النقاط الأهم والأبرز في اجتماع مجلس الوزراء اليوم. نعم كريم، إذن هي حجمة من إجراءات التيسير والتسهيل على توسعة النشاط الصناعي. شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من مجلس الوزراء.